بكم ومرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في قناة فاتي ديليس. كما صارت العادة دائما نجيب لكم وصفة. اليوم قلت نجيب لكم ان جاتو يندال افيك لا باتا بريوش اللي كنا ديجا درناها، وتلقاو الوصفة تاعها في صندوق الوصف. هاد لو جاتو سي لي بتي بان على كريم باتيسيير. دونك واش يلزم لنا باش نديروهم؟ يلزم لنا لا باتا بريوش، انا كنت ديجا حضرتها وخمرت لي، وعندكم لا كريم باتيسيير اللي كنا ديجا حضرناها ورايحين تلقاوها تاني في صندوق الوصف، اي لا فارين بور سو بودري لو بلون دو ترافاي. اذا نروحو نبداو نديرو هاد لي بتي بان. دونك اون سو بودر دابور لو بلون دو ترافاي باش الباط تاعنا ما تلصقناش. دونك هايليك فوالا. دونك هاد لي تيبان هادو تحبوا ديروهم شويه كبار، تحبوا ديروهم شويه كبار صغار، يعني هذا يرجع ليكم. تحبوا ميم توزنوا لي بول تنحوهم توزنوهم. دونك انا نقطعهم يعني على حسب عينيا، ما نوزنهمش. هنا اخذوا عينيا هنا ميزاني، نديرهم صغار شويه ماشي كبار كبار، ابوبخي نديرهم ابوبخي واحد 120 à 140 غرام بور شاك بول. هايديك يعني هنايا درت 500 غرام دو فارين، تخرج لكم يعني با مال دو بيس. زاد هاد لاصق سي نورمال. هنيك دابا راح كامل ندورهم ونجدهم. الوغ دوكا نروحو نحضرو هاد لي تيبا، نوريكم كيفاش نديروهم. فوالا ناخذ بول هكدا. دونك Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu. Qui m'a dit de donner à des pains au lait. Hein, là, le façonnage, c'est le même façonnage. Il donne à le pain au lait. Mais je vais tourner. Donc, on prend la pâte avec Daya. On va l'aplatir un peu. Avec ça, qui m'a comme chauffeau. Après, du bois full wurst. Avec ça. Du bois full wurst. On va du bois l'autre partie. Ou on se dit avec Daya. فوالا كيما راكم تشوفوا. ابخي نروليو باك لي زيكستريميتي تاع لاباط هكدا. نخليو الوسطاني هدايا بومبي، ما يلاقش نابلاطيوه هكدا كيما راكم تشوفوا. دونك سي دي بتي بان. نعاودكم وحده، ناخدو ان بول نحلوها لو رولو هكذا، يعني نديرها الشكل دائري. بعد نجيبو النص تاع لاباط نجيبوه في الوسط هكذا، اون ابوي كيما راكم تشوفو هكذا. من بعد نجيبو لوطخ بارتي الفوق ونبنسيوها. فوالا ابخي انغول لي زيكستريميتي دو لاباط légèrement à la forme pointue hein, mais le milieu il faut pas le toucher. Donc on veut qu'il soit vraiment bombé le milieu. Donc on va nكمل كامل هاد لي بتي بان هكذايا ونعاود نرجع لكم. اذا كما راكم تشوفوا اخواتي كملناهم بالفاصوناج. دونك رايحه نحلهم بالموس هكذايا، ندير لهم شرطات هكذا بالموس ونخلوهم يخمروا. نديروا ابخي وحده هكذاك اربعه ولا ثلاثه تاع ليلين هكذا نوريكم. هنيك هكذا كيما راكم تشوفوا حليتهم بالموس. دونك نخليهم يخمروا، كي يخمروا
صافي هذيك لوفيرتور هذيك تزيد تنتحل هنا وين نديرو لها لا كريم باتيسيير. مي دوك ما نديرو لها والو, نخلوهم يخبروا ان بو بري نص ساعه ولا ساعه ماكسيموم ونعاود نرجع لكم. اذا هم لك لي بتي بان تاعنا كيما راكم تشوفوا خبروا هذيك لوفيرتور اللي درناها بالموس, دونك نتحلوا تحلوا لنا. دونك هنا رايحين نديرو لا كريم باتيسيير في الوريكم انا. طب ماذا بكم تخيروا اندوي تكون شويه صغيره ها, سواء تكون سامبل ولا ادون, دونك ما يهمش, المهم تكون يعني صغيره ما تكونش فتحت لها كبيره. دونك نديروا هكذا هايليك هكذا هنايا كامل هكذا. من بعد اون فا باديجوني افيك ان اوف اونتي. فوالا نديرو الداخل كما راكم تشوفو هنايا تاني عوليك صافا لوي دوني فغيمون ان تخي بو ديكور. دونك في طيابو دوك تشوفوهم كيطيبو. فوالا هايليك دونك لا كريم باتيسيير ديروها حتى يخمرو, ما نديروهمش كي يكونو هكداك يعني مازال ما خمروش. فوالا نزيدوهم افيك لوف اونتي دونك اون باديجون ميم لا كريم باتيسيير. فوالا كوم سا هكدا هايليك. يغي بالعقل باش من باش من ما يتفشوناش لي بتي بان. دونك غايا لي دوسمون فوالا غير هكدا غير بالعقل. خواتي هاولي كاني درتو في الفور. دونك لو فور هذا كيكون 350 دوغري فيرنهايت واللي عندها سيلسيوس 180 وقت طيابو يعني ما يكون ما بين 30 35 دقيقة يعني ما يطولش بزاف في الفور. فوالا هذا اخواتي هاوليك لي بتي بان تاعنا. دونك كيما راكم تشوفوها في الطابو دونك نروح نديرو لهم اون كوش تاع لا جولي ابريكو او بيان لا جولي نوتر بور لور دوني ان اسبي ان بو بريان سي سا. دونك شويه نديروهم لو سكري غلاس من الفوق و شويه نديروه بلو ناباج. فوالا هيك نديرو جوست نطابوط ليجيرمون منكتروش بزاف. تحبو ديروهم كامل بلو سكري غلاس ولا تحبو ديروهم كامل بلو بلا جولي يعني هذا يرجع لكم نتوما. اذا الاخوات راح نقدمهم في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. اذا هكذا كما راكم تشوفوا هنا فيني نو بتي بان لا كريم باتيسيير. دونك درنا شويه بلو سكري كلاس شويه بلو ناباج ابريكو يعني سا لوي دون كو ميم ان تري بيل اسبي. هذه هي دونك ان شاء الله نتمنى يعني تكون هذه الكيفيه تاع اليوم اللي خيرت لكم عجبتكم وتكونوا فهمتوها. جربوها في الدار يعني حاجه سهله ما تطلبش وقت وما عندهاش يعني بزاف مكونات. ولا بغات بغيوش كما قلت لكم تلقوها في صندوق الوصف مع لا كريم باتيسيير. إذا كاش ما عندكم دي كيستيون ولا ليسي لي دون لي كومونتير اي موا جو في ريبوندر. اذا ما عليا نقول لكم غير تبقاو على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى. الى اللقاء.